لو قلت لك أن هناك شخصا كان يصوم يوما ويفطر يوما طول العام الماضي، بل كل ليلة كان يصلي أيضا قيام ليل، لتتمنى أن تكون في مكانه أو لك مثل أجره. أبشر، فسأخبرك بحديث بإذن الله تنال نفس الأجر الذي كان عنده، بل وأعظم من ذلك، الحديث الذي قال فيه العلماء أعظم حديث في فضائل الأعمال. صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل أعضاءه واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يتحدث، كتب له بكل خطوة أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. يعني لو أنت بتمشي 100 خطوة إلى المسجد، يعني عمل 100 سنة بالصيام والقيام. بلغ هذا الحديث لغيرك، فلربما يسمعه غيرك، وادع على الخير كفاعله، فيسير 100 خطوة فتكون في ميزان حسناتك بإذن الله. ولا تنسى أن تشترك بالقنوات والصفحات التي ستظهر الآن على الشاشة ليصلك كل جديد بإذن الله.